لا هو ما اتكلمش في الموضوع وما فتحش الموضوع، ويمكن في بدايات العلاقة خالص كان من أول المواضيع اللي اتكلمنا فيها هو التابو بتاع فكرة الفنانة والسياسي. قلت له أنت مش خايف من ده؟ فقال لي لا أنا مش خايف من ده، احنا زينا زي أي 2 بني آدمين بنحاول ندخل في علاقة ممكن يكتب لها النجاح وممكن ما يكتب لهاش النجاح زي أي علاقة ما بين أي 2، وأنا بتعامل معاكي كإنسانة. النهاردة بعد ما الوضع اتغير وبقينا متجوزين مع بعض، أنا مستوعبة إنه أكيد وضعه السياسي في حالة البلد اللي احنا فيها كمان هتخليني من غير ما هو يطلب ابقى عاملة خطوط ليها علاقة بشغلي. مش معناها ان انا بقلل من احترامي لشغلي باي شكل من الاشكال، انا بحترم السما جدا، بحترم الفن جدا عموما، وعارفة ان عمرو كمان بيحترمه جدا، لكن ما بيتهيأليش ان انا هقدر اسمح ان هو يتهاجم عن طريق شغلي.